صاحب. معلش عايز بس اتاكد اشوف الطلقه جوه ولا رايش. تقريبا رايش. حظك حلو. ايه رايش؟ لا رايش. ومعرفتش هما مين؟ مصطجيه بيوصلوا رساله وطلعوا يجروا. بيروح فيها رجب السواق. نصيبه بقى. هما لو كانوا عايزين رقبتي يا ما كانوش رحموني. ومعرفتش مين اللي عمل كده؟ مش هتفرق يا صاحبي. مش تفرق. انت عمال بقالك مده بتقول لي عايز اخلع اخلع اخلع. اكيد انت حاسس بحاجه وعارف مين اللي عمل كده. معلش استنى. ورحمه سيد اخويا ما اعرف. المهم قول لي عملت ايه مع الحمار اللي رحت له؟ طلع عندك حق. ما بيجيش غير بلاوي الدراع. غالي والطلب رخيص. انا اهم حاجه عندي سليم. لازم يتامن كويس. طب ما ترسيني عشان ابقى فاهمه معاك. ارسيك؟ هو انتوا في حد فيكم رسيني على حاجه؟ قصدك ايه؟ ان انا مخبي عليك حاجه؟ مش انت لوحدك. علي اللي كنت فاكره صاحبي طلع مخبي جواه غل سنين لحد ما لقى حجه يطلعه بيها. اشرف عشره عمر اللي متربي معايا قالي بوشه اقعد اتكلم معاه ما فهمش منه حاجه. زعلان ان انا ما حكيتلوش. فاكر الموضوع صغير شغل عيال يعني. حتى موت ابو العزم عرفوا يخبوه في ثانيه. فجاه عملوا منه بطل. طب ودي تزعلك في ايه؟ يزعلني في ايه؟ اللي عملته ما يتحسبش واللي ما عملتوش عمال بيعد عليا. على الاقل افهم يا اخي. كل ده مش من حق ازعل بابا. خيرهم انت. مش عايز تقتنع ان احنا الاتنين في مركب واحده. مش عايز تقول لي مين اللي عمل فيك كده ومخبي عليا. شايف الصبارة دي يا جمال؟ اوه بعدد الشوك اللي طرح فيها بني ادمين عايزين رقبتي. تفتكر لو انا اتجرحت وانا بوريها لك دلوقتي اقرب وشي منها عشان اعرف اني شوكة علمت عليا؟ وشي كله هيبوظ يا صاحبي. متأكد يا بومبو؟ استنى يا جمال. أنا هقول لك يا صاحبي. يشفع لي عندك إن الوحيد في أصحابك اللي صرحك. فلوس الكومي أنا السمسار بتاعها ورجالتي هم اللي عملوها. واقف كل ده بتتفرج عليا؟ ابني اتخطف وتفضل ساكت ومخبي عليا؟ رقبتي كانت تروح قبل ما يحصل لك انت او سليم اي حاجه. انا مش خاين يا جمال. انا كنت هقول لك ورحمه سيد اخويا كنت هقول لك بس لما يحين وقته. وقته؟ متاخر يا بابا. متأخر ما كانش جرالي دليلاتي. في واحد عايز يطلعني بره الصورة خالص. بيكسر كل اللي حواليك عشان يفضلك انت بس. مين ده؟ صاحبك علي الميري. زي ما بقولك علي الميري هو اللي مدبر كل حاجة ومش هيطمن ولا يهدله بال طول ما احنا مع بعض. يا ريتها جت على علي يا بوبو. الموضوع اكبر بكتير. انا كل يوم بيعدي بتورط فيه اكتر من اليوم اللي قبليه. كنيسه بهجت سالم ابو العزم اللي حصلت غصب عني. هفضل لحد امتى احل في مشاكل؟ واحده واحده يا صاحبي. احنا نرتب رأينا صح وبعدين ندورها حرب فوق دماغهم. حرب يندموا عليها. حرب ترجعني اوسخ من اول مليون مره. عشان كده قلت لك نشتغل على نوح ونفرمه. وقتي هو اللي كان تحت ايدينا. نوح باين عليه ان هو مسدود منهم مش ناويين يرموه. وده على فكره في مصلحتي. لو خلصت منه ابقى بضيعه من ايديا. وتفتكر هو كده ما ضاعش بعد ما رحت له؟ اكيد هيحرص منك. مش فاهم.
مقفل ومالي ايده من الناس اللي وراه. لما يبقى معاك مفتاح وتجربه مره وما يفتحش اوعى ترميه، روح طلع نسخه تانية اكيد هيفتح. بعد 4 أيام في وفد مكون من قضاة وفقهاء دستوريين من هولندا وفرنسا هينزلوا هنا في اوتيل سفينكس. المطلوب التعامل معاهم. الوفد ده غير رسمي، يعني الشخصيات ما تهمناش. احنا ننفذ العملية دي لصالح دولة صديقة. تمام سعادتك. الدولة دي طلبت ان هي تبعت فريق يشارك في العملية. وانا رفضت. بس هم هيحاولوا يعملوها من ورانا. مهمتك انك تنفذ العملية دي من غير ما تسمح لأي طرف خارجي يتدخل فيها. أكيد سعادتك. عشان كده هعفيك من مهمة التخلص من الجبال دلوقتي. عايزك تركز في حاجة واحدة بس. بعد إذن سعادتك. لو تزلي سعادتك، العمليتين هيتموا مع بعض وبنفس الكفاءة المطلوبة. اوكي نفذ علي. زين نصر المحامي حاضر مع المهندسة رباحي. اهلا وسهلا زين بي، افتح المحضر. انه في ساعتي وتاريخي بدانا نحن وشريف معروف رئيس نيابة امن الدولة العليا طوارئ بالتحقيق مع اسمك وسنك ووظيفتك ومحل اقامتك. روبا السيد حلمي مهندسه اتصالات في شركه سيجنال 12 شارع الشهيد صلاح جابر باب اللوق. ما هي طبيعه عملك بشركه الاتصالات المذكوره؟ مهندسه محطات مسؤوله عن متابعه وصيانه ابراج التغطيه على مستوى المحافظات. وحدود وظيفتك مقصوره على المحطات بس ولا بتمتد لاقسام تانيه في الشركه؟ لا يا فندم، أنا ماليش أي علاقة باللي بيحصل جوه الشركة، ولا حتى مصرح لي أدخل أي قسم تاني. دي إمضتك؟ آه، دي إمضتي. متأكدة؟ خدي وقتك. إمضتي؟ بعد إذنك، اتفضل. وقد عرضنا عليها بعض من تقارير الصيانة الدورية الملحقة بالملف الفني وأكدت صحة توقيعها. سين، من واقع معلوماتك كمهندسة متخصصة في الاتصالات، إيه هي الوسائل اللي تمكن أي شخص من تسجيل أو تنصت على عميل بعينه؟ ربا، لازم يكون معاه تصريح علشان يدخل على سيرفرات الشركة. مفيش أي وسيلة تانية؟ لا مفيش. شريف بيه، المهندسة روبا لسه قايلة إن ما عندهاش تصريح لدخول أي مكان تاني. عارف يا زين بيه، وهو ده السؤال. سبق ليكي ودخلتي على سيرفرات الشركة قبل كده؟ ما حصلش. شريف بيه، ممكن نعرف بالظبط إيه حدود التهمة الموجهة للموكلة بتاعتي؟ أوي أوي. التهمة الموجهة ليها التخابر لصالح دولة أجنبية. تخابر؟ أنا؟ تخابر إيه؟ إيه دي؟ الباشمهندسة متهمة باستخدام أبراج المحطة كائنة بمنطقة كرم أبو سالم الحدودية لتمرير الاتصالات الدولية لداخل دولة إسرائيل والسماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على المكالمات. مش كده وبس، ده كمان التنصت على مكالمات محلية لشخصيات ذات مواقع حساسة في الدولة. دي قضية أمن قومي يا زين بيه. الواد جبناه وبقى تحت ايدينا دلوقتي. عارف؟ عارف؟ ده انت في حد بيبلغك غيري بقى. عملت ايه يا شوقي في اللي طلبته منك؟ الوفد القانوني اتاكد وصوله مصر في الميعاد، وانا بنفسي اتاكدت من حجز الطيران وحجز الاوتيل. بس هتبقى في مشكله بسيطه. خير؟ هيجوا على مجموعتين، المجموعه الاولى هتوصل في ميعادها والمجموعه الثانيه هتوصل بعدها ب 24 ساعه. مش مشكله يا شوقي،
أنا عايز التنفيذ يبقى قرب ميعاد المغادرة مش الوصول. تمام، وأنا في كام عنصر كده مجندهم جوه المكان هنشغلهم كويس. الشغل بتاعي مش عايز فيه عك، عناصر قديمة من الشغل بتاع زمان. دول مالهم؟ كلامي واضح، قدرت تجند ناس جديدة قدرت، ما قدرتش يبقى تنفذ اللي هأمرك بيه وأنت ساكت. يعني إيه الكلام ده يا علي؟ يعني من هنا ورايح أنا المسؤول عن العمليات يا شوقي، ما تنفذش حاجة من دماغك غير لما ترجع لي الأول علشان ما توقعش نفسك في مشاكل. أظن واضح. واضح. ايه يا ابني؟ كل ده عشان تفتح؟ نايم ولا ايه؟ يا جماعة ده سكن ساعتين وربع، عمال اكلمك تليفونك مقفول، في ايه؟ هتفرق ايه يعني؟ مالك في ايه؟ قرفان وزهقان ومشتاق نفسي. الموضوع شكله بجد بقى. في حاجة حصلت ولا ايه؟ اللي حصل ان كل حاجة ليها قيمة بتروح. أي حاجة بتفكر ان هي لحظة حلوة في حياتك بتقلب لنكد. يا عم انا كمال اهلي، ما كنت عايز زي الفل. فهمت، يبقى الباشمهندسه منكده عليك. عادي، يومين وكله هيتصلح. كله ما يتصلحش مش فارقه. انت كنت فين؟ رحت لك عند بوبو ما لقيتكش. انت بتتحرك ازاي يا ابني كده والحكومه بتدور عليك؟ يا عم ما تشغلش دماغك، انا بتصرف. المهم دلوقتي انا جاي لك في كلمتين مهمين. خير؟ انا كنت هسافر كمان كام يوم. تسافر؟ تسافر ازاي؟ يا عم تقلقش بقى، انا بتصرف، انا بظبط اموري. ايوه طب انت عايز مني ايه يعني؟ سليم، عايز الفتره اللي جايه اخفي خالص بره مصر، عايزك تسفره. تسفره ازاي؟ ما ينفعش يا حبيبي، في ده خدت حضانته. ايه حصل امتى ده؟ وازاي ما تقوليش حاجه زي دي يا اشرف؟ يا عم انا رحت لك عند بوبو عشان اقول لك، فاكر المحامي اللي اسمه بدير فرحات بتاع كومي ده اللي هو مقتول؟ ماله؟ في ده خليته يرفع عليك قضيه واكسبها لها. ماشي مش مشكله. المهم دلوقتي انت كنت قلت لي تعرف مدرسه شغاله في مدرسه داخل في باريس مش كده؟ ايزابيل. مالها؟ هو انت بتفكر تسافر لها سليم ولا ايه؟ طب ازاي؟ احنا كده نبقى خاطفينه. يا عم اعمل اللي بقولك عليه وخلاص، ما تشغلش دماغك. ظبط انت اتصالاتك وخلص كل حاجه وخروج من المطار دي مسؤوليتي انا. ايوه يا جمال، افرض عرفت اعمل كل ده، الواد هيعمل ايه؟ الواد ما ينفعش يعيش بره مصر كده من غيرك. معلش يا اشرف، يعيش بعيد عني شويه صغيرين احسن ما ياخدوه مني ويعيش بعيد عني طول العمر. عارف يا خليف ايه اهم اختراع في المئة سنه اللي فاتوا؟ هو في حاجات كتير قوي يا دكتور. يا راجل ما تبقاش غتت ورغازه يا بتوع المعارضه، عايز حاجه واحده. الانترنت. بقول لك في المئة سنه مش في الكام سنه اللي فاتوا. ايه؟ قلب حمارك؟ السيفون. ايه مستغرب؟ السيفون، والله العظيم السيفون. طب فكر كده في دوره يا خليف. اتمنى كده لو يبقى لك عندك سيفون كده في حياتك، وشيل كل الرقش والبلاوي الزرقاء ديت وفش تلاقيهم في المجاري. هو احساس جميل طبعا. احساس هايل، انت عبيط. اهي بلدنا دي بقى محتاجه سيفون، وكل شهر ندوس دوسه. حلو اسم دوسه ده يا خليف. ايه خلاص مسافر؟ ان شاء الله. ومنى جايه معاك؟ اكيد جايه معايا فعلا. كويس عشان تسليك وبالمره تقعدوا مع بعض شويه. شغلتنا دي يا خليف بتخلي الواحد عمره يضيع كده، ولا بيشوف بيته ولا اهله، حاجه وحشه. ده حقيقي والله يا دكتور. عشان كده يا خليف عايزك لما ترجع تقعد بقى ببيتك شوية، تقعد مع بنتك وحفيدك وتعيش لك بقى يومين يا راجل. ها مش هنعيش قد اللي عشناه مش كده ولا ايه؟ هو يا سعادتك تقصد اللي فهمته يا اخويا. كفاية عليك كده، انت مرضك محتاج راحة،
والراجل الذكي بقى هو اللي يختار الوقت المناسب علشان ينسحب فيه، ولو ما عرفش الوقت المناسب حبايبه هيقولوا له. ايوه بس سيادتك انا ايه يا اخويا في ايه؟ انت مخبي عني حاجه ولا ايه؟ قول، لا قول قبل ما تمشي من هنا قول لي. لا ده انا اسراري كلها مكشوفه قدام سعادتك ومن زمان. تروح وتيجي بالسلام يا اخويا. تعالى يا حبيبي تعالى في حضني. على مهلك. مع السلامة. مع السلامة. اوعى تقع يا خليل. ابعت معايا الدكتور. مع السلامة. مع السلامة. دي مش واخد بالي حصل اللي حصل. اخدت تعويض وخرجت طب زي ما انت شايف. وشغال في المعمل ده بقالك قد ايه يا حسين؟ اهو داخل على سنتين. مميزات اقل من الشرطه طبعا، بس الحمد لله احسن من مفيش. وبيني وبينك الممرضات هنا احسن من الممرضات الميري برضه. الف سلام عليك. الله يسلمك يا جمال، انت وحشني والله، وكنت ببعت لك السلام دايما مع زمايلنا لغايه ما قالوا لي انك خلاص سبت الخدمه. قصدك تلفت. بعدين حصل لي شويه مشاكل اكيد سمعت عنها. سمعت. وكان نفسي اجي لك والله ايام القضيه. بس ما تاخذنيش بقى. ولا يهمك، هي خلصت خلاص. الحمد لله. اللي قول لي يا حسين. هو انت سبق وشفت نوح السباعي قبل كده في المعمل ده؟ واللي هيجيبه ابو جمال ده حيالله معمل من ضمن سلسله معامل من ضمن شركات واملاك ما يعلم عددها غير مأموريات الضرائب يا حبيبي. وانت بقى داخل دماغك ان نوح السباعي صاحب معامل تحاليل طبيه والمانع بزنس نار. واللي ما تقولش ان هي اسطر حاجات تانيه خالص. واللي بتفكر في ايه وانا ادلك. الورق ده انا عايز اعرف قصته ايه بالظبط. دي تصاريح إفراج لمواد مشعة من هيئة الطاقة الذرية. عادي جدا. أي معمل واخد رخصة من وزارة الصحة من حقه يدخل مواد زي دي. إيه اللي فيها؟ استنى. إيه الكميات دي كلها؟ ملا فيها إيه؟ هي أربع أضعاف الكميات اللي مسموح بدخولها. يعني إيه؟ كل معمل بيبقى له حصة معينة حسب مساحته وحسب إجراءات السلامة والوقاية الإشعاعية اللي عنده وحسب استخداماته كمان. إنما الكميات دي ده مفيش معمل في مصر يستوعبها. لا يمكن. وليه ما تقولش ان هي بتدخل على الورق بس؟ يعني ايه؟ يعني بتدخل على اسم المعمل وتروح في سكه ثانيه خالص. دي مواد مشعه. عارف ده معناه ايه؟ كميات زي دي لو وقعت في ايد اي جماعه متطرفه يلا السلام. هو ده اللي انا جاي لك عشان احسن. وعايزك تساعدني. تقدر؟ راجل تقيل وفاهم ما يضحكش عليه بسهوله، والاهم من ده كله بقى انه مع النظام مظبط اموره صح. شكلك معجبه بيه قوي وعينك منه. هو اللي عينه مني وحياتك كده من اول مره وقدام جوزي بجح بس عاجبني. وايه اللي عاجبك فيه بقى؟ زي ما قلت لك عنده سكه جديده تجيب فلوس. اصل بيني وبينك الكوميه خلاص سكك كلها ادمت، حتى لو عايز يغيرها مش هيعرف. وانت عارفني بحب اطور نفسي. ونوح السباعي هو اللي ماشي على الموضه الجديده وهيطورك معاه. ما انت لو سمعت منه اللي انا سمعته هتعرف النقطه. بس ده هيتعبك معايا يا فراوله. انت مش عايزه المفتح اللي يدور وراكي ويقفل عليكي ولا ايه؟ جرى يا علي، هو انا ايه؟ بغيرهم زي الشرابات؟ لا لا عفوا، تتجوزيهم بس النصيب هو اللي بيفرق. بالظبط.
وبعدين هو انت هتروح مني فين؟ انت مش معايا ولا ايه؟ لا خلاص يا فراولة، زي ما انت عايزة تطوري نفسك انا كمان طورت نفسي، بس الفرق بيني وبينك اني ما بسيبش نفسي اللي مرمطك كتير. مرحلة في حياتك اه، انما ما تفضليش كده على طول. قصدك ايه؟ انت فاهمة قصدي. انا بنصحك بس، نوح السباعي وصل اه، دراعاته طايلة في كل حتة تمام، انما لو قلب عليكي مش هتلاقي حد جنبك. حتى انت؟ حتى انا. الله، ده انا اول مرة اسمع الكلام ده. يعني انت لو عوزتني في حاجة عالية اديك ظهري وامشي؟ كل واحد مسؤول عن نفسه بقى. تمام، ميرسي على النصيحة اللي هتترد لك. مسعود بيه، انا ما بتعنيش يعني ان في اي حد عائل ممكن يرفض العرض اللي حضرتك بتقدمه لي ده. انا من ناحيتي مرحب جدا طبعا، بس تفتكر يعني ان المهدي حسين هيوافق على التغيير ببساطه كده؟ اسمعني وركز باللي بدي اقوله. التغيير المطلوب من المهدي حسين يعني مش كتير كبير، يعني بدك تقول هو تدوير الاولويات والمهمات واعاده ترتيبها مره تانية. يعني انت لما بتقول واحد اثنين ثلاثه هتتبدل وتصير 3-2-1 أو 2-3-1. دوّد بر هي 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 ما هياش هي هي. انت لما بكون بين ايديك مكاسب وصلاحيات واولويات ومتمسك بيها بايديك ورجليك واجي اسحبهم منك فمش حتقبل. بس انا لما بيجي بلخبطهم وبعيد ترتيبهم اولوياتهم بالنسبه الك وبهيئك نفسيا انك تتنازل عنهم واحده ورا الثانيه بدون ما تحس انك بتقدم تنازلات كثير كبيره وخطيره بحياتك. معقول برضو. بيني وبينك أطراف كتير صار بهمة أنه المهدي حسين يتحجم وما يكبرش أكتر من هيك، لأنه إذا كبر بصير خطر على الناس اللي حواليه وعليه هو شخصياً. أيوة، بس المهدي مش من السهل إقناعه أو مسؤول إيه يعني؟ مزبوط. وبينه وبينك أنا ما قبلتوش ولا مرة، يعني مش تقابلناش وجه لوجه، بس أنا مركز فهمان ومخخ على كل تفصيل من تفاصيله، وأنا عرفان فين نقاط القوة تبعه وفين نقاط الضعف، وأعرف إن غير رح أخش منه عشان أقنعه بإنه ينسحب. طب إذا رفض إنه ينسحب؟ مش من مصلحته يرفض، وعلى كل إن هذا الموضوع راجع له. إذا هو أصر على إنه يركب راسه ويستمر فساعتها ما يلومناش، لما إحنا كمان نركب راسنا ونصر على إنه نتصرف نحن بخيارات تضايقه وتزعجه على الآخر. صدقالي نفسها تزعجه هو لوحده، ده هيجيب عيلته كلها تنزعج معايا. انتوا هتقعدي كتير في لندن يا مولى؟ لسه مش عارفه، على حسب شغل بابي، لو خلص بسرعه وقرر ينزل هنزل معاه على طول. انتوا رايحين تعملوا تشيك اب عادي ولا في حاجه معينه؟ لا طبعا مفيش اي حاجه معينه، التشيك اب العادي بتاع كل 6 شهور اللي الدكتور قال له عليه. اوكي. تشيك اب ايه يا منى؟ حتى دي كمان بتخبيها لا تتحس. سوري يا جماعه ما سلمتش عليكم، اصل بصراحه الكلمه رنت في ودني. ازيكم وحشتوني. ازيك كمان. ازيك. اخس عليك يا منى، مالكيش حق يا حبيبتي، ده المرض ده الحاجه الوحيده اللي ما بتتحسش. ولا ايه يا جماعه؟ مرض ايه بعد الشر؟ مش وهبه بيخ وليف برضو مسافر لندن عشان يتعالج، ولا دي كمان ما تعرفيهاش؟ لا طبعا اعرفها، بس اصلها حاجه بسيطه والناس بتحب تهول. عندك حق، الناس بتحب تهول قوي. تخيلي يا صافي جوزوا كومي الشهر اللي فات وطلقوه يجي 3-4 مرات. ايه ده؟ ازاي ده؟ زي ما بقولك كده بالظبط، والناس تكلمني تطمن عليا ومجلات تكتب. ده الكلام ده بجد؟ بجد ده ايه؟ انت بتهزري؟ ده انا كنت ندمته على شبابي.
بس هي الناس كده بقى بيحبوا يتكلموا كتير من بق ده الودن ده مش عاد بالظبط. بس اوقات بقى يا موني ما بتبقاش اشاعات ولا دي كمان ما تعرفيهاش؟ هي ايه دي اللي ما اعرفهاش؟ هي ايه دي اللي ما اعرفهاش؟ قولي يا فريال قولي. لا يا جماعه بلاش احسن، شكل كده الزوجه اخر من يعني. ما تقولي هو في ايه؟ هو انت ما تعرفيش ان علي جوزك متجوز واحده بياعه هدوم؟ بس والنبي يا منى بيسالهولي احسن نسيت اساله. جايب لها الشقه اللي تهبط دي منين؟ حته شقه يا صافي ما اقولكيش، هواها يرد الروح في المعادي على النيل. دي جيلها بكام مليون دي يا منى؟ ايه ده؟ اتضايقتي ولا ايه؟ صافي انت شكلك ما تعرفيش. اصل مصر كلها بتتكلم في الموضوع ده. عن اذنك. البير انت ايه؟ في تفجير تاني النهارده ولا ايه؟ وانت مصدق ان انا ايه علاقه بالتفجير الاولاني؟ لا. يبقى تسمعني، انا فكرت كتير قبل ما اجي اقابلك، ما كنتش عارف هترضى تتكلم معايا ولا لا. انا برضو فكرت كتير اني اقابلك، بس كنت متاكد انك هتوافق تتكلم. وما جيتش ليه؟ أهو بقى ظروف زي ما أنت شايف. سلامتك. الله يسلمك. وإيه بقى اللي أنت كنت متأكد إن أنا هوافق أتكلم فيه؟ براءتك يا جمال. مش مصدقها؟ خليني أبقى صريح معاك، إحنا اتقابلنا جوه في الكنيسة وخبطنا في بعض لو أنت فاكر، وبعدين أنت طلعت وحصل انفجار. أنت عايز تقول أنت كنت ناوي يا جمال، بس في حاجة أنا معرفهاش خليتك ما تكملش، صح؟ لو صح قول لي، صدقني أحترمك أكتر. بص يا البير، انا كنت عارف كل اللي هيحصل، بس ما كانش في ايدي حاجه اعملها عشان امنع اللي هيحصل ده. زميلك هو اللي عمل، صح؟ مين زميلي؟ هو ده اللي كنت عايز اقابلك علشانه. انا اشتغلت على كل الفيديوهات اللي صورت ليلتها، كلها متفبركه الا فيديو واحد بس اللي انت كنت بتبص على زميلك وهو خارج من ظهره. والفيديوهات دي فين؟ تهمك؟ تهمك انت اكتر، خليها معاك وحافظ عليها، هتفيدك في اللي جاي. واقولك اللي هو انت تروح النيابه وهتطلب إعادة فتح التحقيق. إعادة فتح التحقيق؟ ده لو لسه يهمك حقك وحق أمك وأخوك. طب وإيه الجديد أقدر أقوله؟ نبيه البتنوني. نبيه البتنوني؟ أنا سمعت الاسم ده قبل كده، قريته، أنت قلته في التحقيقات صح؟ مظبوط. بذمتك هتسمح لحد إنه يوجه لك أوامر بالأسلوب الحاد ده بخصوص الشركة اللي أنت مالكها؟ هنعمل إيه بقى في العشرة؟ راجل كبير قد والدي وخيره بغرقني طول عمره. مين الراجل ده؟ نبيل بتنوني. مين؟ اسمه نبيل بتنوني، عايش بمصر وإيطاليا. أنا قريت كل الـ 12 وفاكر كل كلمة أنت قلتها، إن الراجل ده ملوش أي صلة بأي حاجة. لا ليه صلة، وصلة جامدة كمان. أنا أصريت إن أنا أقول اسمه في التحقيقات، حبيت أوصل لهم رسالة نعرف تفاصيل ما توقعوش إن أنا أعرفها. وإيه هي التفاصيل دي؟ نبيل بتنوني ده اسم حركة شخص مش مصري، اسمه مسعود حجي، هو عايش في مصر وشغله الرسمي إنه شغال في جامعة الدول العربية. وإيه الرسمي؟ محرك لحاجات كتير قوي، من ضمنهم حادثة الكنيسة اللي حصلت.